يبرو 17/5/2013. الله أكبر. بالتزامن مع حملة قوات الأسد العسكرية على منطقة القلمون في ريف دمشق الشمالي، تصاعدت بموازاة ذلك العمليات العسكرية على غوطة دمشق الشرقية ومدينة حمص، والتي بدأتها قوات الأسد بقصف جوي وصاروخي مكثف تمهيدا لاقتحام واسع تشارك فيه ميليشيات عراقية ولبنانية وإيرانية. وأفاد ناشطون أن معارك عنيفة دارت بين الجيش السوري الحر وقوات الأسد على جبهات دوما والمليحة وجوبر بريف دمشق، أفشلت فيها كتائب الحر جميع محاولات قوات النظام اقتحام المنطقة بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، الأمر الذي جعل قوات الأسد تزيد من وتيرة القصف مستخدمة بذلك السلاح الكيماوي والغازات السامة. وأوضحت الصور التي بثها الناشطون استخدام هذا السلاح في جوبر القريبة من العاصمة، فيما سجل استخدامه 4 مرات في مدينة حرستا، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. مصاب. حمص أيضا لم تكن أحسن حالا، فبعد أن أعلن إعلام النظام بدء العمليات العسكرية فيها، تعرضت أحياؤها القديمة والمحاصرة لقصف جوي ومدفعي عنيف أودى بحياة عدد من أبناء المدينة. وفي غضون ذلك دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في وادي السايح وباب هود وجورة الشياح وطريق حما، أوقف فيها الحر تقدم قوات النظام المدعومة بالشبيحة. الحملة العسكرية جعلت الائتلاف الوطني السوري يطالب الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء سوريا بالتدخل الفوري لوقف عمليات العنف والضغط على نظام الأسد لتطبيق كافة فقرات قرار مجلس الأمن رقم 2139 والقاضي بفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السورية بما فيها حمص، والتي تعاني حصارا خانقا منذ أكثر من 600 يوم.